الحمد لله اللعابه كانوا تبارك الله رجال، عرفوا كيفاش يجيروا المقابلات ديالهم جديه، واخا الظلم التحكيمي اللي تعرضوا ليه اللعابه طيله هذا الموسم، حروبات من جميع الفئات اللي كانت كتنافس الرجاء. الحمد لله اللعابه كما قلت كانوا رجال وحقوا لنا المبتغى والبطوله الوطنيه. الحمد لله ربي كبير ما خيبناش ما طيحناش يدينا، ريمونتادا عاوتاني للتاريخ وكونتر لي فاغ اللي فرقه ديما كتجي لكازا باش كتبحث انها تربحنا، ولكن لقات فريق عنيد مثل الرجاء البيضاوي ما كانش بامكان ديالهم انهم يفوزوا علينا. الحمد لله اليوم ربي كبير وديما رجاء.